السؤال هنا: إذا كان علماء اليهود وعلماء النصارى كانوا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال البشارات التي ذكرها الله في التوراة، فأين هذه البشارات التي كانوا يؤمنون بها والتي كانت تؤكد على أن هذه الصفات لا تنطبق على أحد إلا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ من النصوص التي وردت في التوراة، وهو نص يخاطب الله فيه موسى عليه السلام، أن قال الله لموسى: وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما آمره به. هنا هذا النص دل على صفات لا تنطبق على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تنطبق عليه انطباق القفاز على اليدين. قال له: وسوف أقيم لهم نبيا مثلك، أي هذا النبي إنما سيكون مثل موسى عليه السلام. أليس هذا يتطابق تماما مع قول الله تعالى في القرآن: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا؟ الرسول الذي أرسل إلى فرعون إنما هو موسى عليه السلام. لماذا لم يذكر الله نبيا آخر غير موسى عليه السلام؟ إنما ما ذكر في التوراة من هذا النبي الذي سيرسله الله مثل موسى هو عين ما ذكر في القرآن من قول الله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. اليهود يقولون بأن المقصود بهذه البشارة هو يوشع بن نون، وهذا لا يتطابق تماما على يوشع بن نون، لأن يوشع كان نبيا متبعا لرسالة موسى، ولم تكن له رسالة مستقلة. والنصارى يقولون بأن المقصود بهذه البشارة هو عيسى عليه السلام، وهذا لا يتطابق تماما مع عيسى، لأنهم يؤمنون بأن عيسى إنما هو إله أو ابن إله، وموسى عليه السلام إنما هو بشر. موسى عليه السلام مات موتا طبيعيا، لكن عيسى على زعمهم إنما صلب وقتل. ليس هناك أحد يشبه موسى عليه السلام ويتطابق معه تماما إلا محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام ولد ميلادا طبيعيا من أب وأم، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام كان له زوجة وأولاد، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام كانت له شريعة كاملة تشتمل على العقيدة والأحكام والحدود، وكانت شريعة ناسخة للشرائع قبلها، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام كان حاكما وله سلطان على الناس ويقيم عليهم الحدود، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام مات موتا طبيعيا ودفن،
وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أحد يشبه موسى عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم. أسباط بني إسرائيل الإثنى عشر الذين هم من نسل يعقوب عليه السلام كانوا موجودين وقت أن خاطب الله موسى بهذا النص. ولو كان المقصود أن هذا النبي يخرج من بين هؤلاء الأسباط الإثنى عشر لقال له وسوف أقيم لهم نبيا منهم، لكن قال الله له من بين إخوتهم، أي من بين إخوتهم من أبناء إسماعيل أو من أبناء عيسو. والنبي الذي خرج من بين إخوتهم من أبناء إسماعيل إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم. تكملة النص وسوف أجعل كلامي في فمه. هذا النص يبين أن هذا النبي الذي بشر الله به في التوراة لن يكون قارئاً ولا كاتباً، إنما سيلقن الكلام تلقيناً، وسوف أجعل كلامي في فمه. أليس هذا هو ما يتطابق مع قول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أليس هذا يتطابق تماما مع حادثة جبريل عندما جاء في أول الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ؟ أليس هذا يتطابق مع قول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون؟ أليس ما ورد في القرآن الكريم من وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالأمية يتطابق تماماً مع ما ورد في التوراة من قول الله لموسى وسوف أجعل كلامي في فمه؟ تكملة هذه البشارة ويكلمهم بكل ما آمره به، أي أن هذا النبي الذي سيرسله الله سيخاطب الناس بالوحي الذي يرسله الله إليه، ولن يخاطب الناس بشيء من أهوائه. أليس هذا يتطابق تماما مع قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ في تكملة هذه البشارة ورد أن هذا النبي إذا خاطب الناس بكبرياء وبلغهم بشيء لم يأمره الله به وإنما تحدث باسم آلهة أخرى هذا النبي يقتل، أي علامة هذا النبي الكاذب أنه يقتل إذا كان يدعي أنه يكلم الناس باسم الله وهو في الحقيقة يكلمهم باسم آلهة أخرى. أليس هذا المعنى هو ما أشار إليه القرآن الكريم وكأن الله يخاطب هؤلاء بما في كتابهم؟ فقال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين،
أي ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذب على الله وقال كلاما لم يقله الله عز وجل لأخذ الله بيمينه ولقطع وتينه. وإذا كنا نرى أن الله لم يأخذ بيمين نبيه ولم يقطع وتينه، ونرى أن الله عز وجل وعد نبيه بأن يعصمه من القتل فقال والله يعصمك من الناس، فإن هذا كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا النبي إنما هو النبي الصادق الذي بشر الله به في التوراة، وهذا هو الكلام الذي تعرفونه وتعلمونه أيها اليهود ويعلمه أهل الكتاب جميعا، لكنهم يكفرون بالله بعد أن جاءهم الحق وعرفوه، ويكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرفوه كما يعرفون أبناءهم، بل إن معرفتهم برسول الله إنما هي أشد من معرفة الواحد منهم بولده، فإنه لا يدري ماذا فعلت امرأته من بعده، لكنه يثق بأن ما ورد في التوراة من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق على أحد إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.